تقييماتنا الخاصة بمباراة اليوم. كابتن عبد الجليل، خلينا ناخد تقييمات لاعبي النادي الأهلي النهاردة، وبعد كده ننتقل على لاعبي نادي الزمالك. محمد الشناوي كابتن، 7. كابتن أبو الدهب، 8. أكرم توفيق، 8. كابتن أبو الدهب، 8 يا فاروق. عبد المنعم، 7. 7. 7. جاهزين أنت؟ لا، ما أنا بقول لك 7. متولي، 9. لا، انا ادي له 10 من 10 ونجم اللقاء. مفيش لعيب بياخد 10 من 10 يا عم الحاج. لا ياخد يا كابتن، لا ياخد. مفيش حد بياخد 10 من 10. ليه يا كابتن؟ طيب خلاص يا كابتن. لا ياخد 10 من 10 دوت. معلول يا كابتن. 6. 6. 6 يا فاروق. حمدي فتحي كابتن، 8. 7. عمرو السوليه، 8. 7 برضه. برونو سافيو، ادي له 8 النهارده عشان الجول. ماشي. 8 برضه يا فاروق. عبد القادر، 7. ياخد 6. 6. طاهر محمد طاهر، 8. عاجبني والله. ياخد 7. شادي حسين يا كابتن، 7. شريف محمد، 7. شريف، 5. 7. شريف 5. وانت قلت لي معلش يا كابتن. لا، شادي حسين، 7. 7. 7. طيب محمد شريف يا كابتن ابو الدهب، 5. 5. قفشه، 5. ياخد 6. كريم فؤاد يا كابتن، 7. ياخد 8 عشان رادف. تقييم محمد فخري يعني ولا يعني طبعا وبيرسي لسه 10 من 10. طيب ماشي. طيب ده بالنسبه للنادي الاهلي.